في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا عيال بشمهندسين؟ هنرسم النهارده الرسمة دي مع بعض بالتفصيل أكنك قاعد في السكشن بالظبط. بس الأول مصنع هيبقى أكبر كتير، لو أنت مهتم إنك تكون جامد في الرسم الهندسي وطالب جامعي ناجح تاخد مني معلومات ونصايح. كنت أتمنى حد يقول لي زمان قبل ما أدخل الجامعة كانت هتفرق معايا 180 درجة، فاشتراكك يسعدني لو أنت مهتم بالمحتوى ده. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. جميل جدا، اتفقنا ان اي رسمة ممسات نبتدي فيها اول حاجة نبدأ نعملها ان احنا نعمل السناتر لاين دي او المحاور. هو محور الفيرتيكال ده ومحور الفيرتيكال ده ومحور الهوريزونتال ده والهوريزونتال ده. اول ما بنعمل المحاور دي بنقدر نحدد مراكز الدوائر، وبالتالي بنقدر نعمل الدوائر ونعمل الممسات ونخلص رسمتنا بسرعة. طيب اول حاجة انت عندك الاول في قاعدة هنا اهي، دي قاعدة كده. فالقاعدة دي انا هرسمها ومن خلالها هبدأ امد المحاور كده. طب القاعدة دي ارتفاعها كام؟ 196. يعني مثلا حاجة ابتدي من القاعدة من هنا مثلا. 100 كام؟ 96. 96 هتكون كده. هيكون ده ايه؟ طولها 196. طيب بعد كده عندك بيقول لك هتطلع كده ارتفاع 15، يبقى انا هطلع من فوق كده ارتفاع كام؟ 15. هنيجي هنا شويه فمش هتفرق معانا. بعد كده نقوم جايين مقفلين القاعده بتاعتنا راجعين تاني. تمام. طيب جه هنا قال لك هعمل لك كيرف هنا كده، وبيقول لك ان الكيرف ده ريدياس 15. ريدياس 15 يعني معناه ريدياس 15 يعني انا معناها عملت نصف قطر 15. دي كانت عباره عن دايره كامله كده وانا خدت ربع واحد عملته كيرف. يعني تبقى انت رسمها في متخيلها في دماغك ان دي دايره نصف قطرها 15 وخدت ربع واحد بس كده عملت منه الكيرف ده. فطبيعي ان انا لو عايز اجيب مركز الدايره دي هاجم من النقطه دي وامشي كده 15 واقوم جاي عامل ايه؟ يعني هاجم من هنا كده واقوم جاي ماشي 15 وعامل دايره. فانا هعمله هاجم من هنا كده وارجع 15 ورا اهو. ترجع 15 وارجع تجيب نقطه ورا اهي. وتروح جاي فاتح البرجر بتاعك 15 نصف قطر شويه ده هيرجع لكم 15. فانا هقفل البرجر بتاعه اهوت 15 اهي، واروح جاي راكز هنا كده ورايح عامل كيرف بتاعي كده بالشكل ده كده زي ما انت شايف دلوقتي كده. خلاص يبقى انا افتح البركه بتاعي زي ما انا اجيب المسافه من هنا لهنا كده واقوم جاي عامل ايه؟ الكيرف بتاعي كده. طيب بعد ما خلصت القاعده بتاعتك كده، تبدا بقى تعمل ايه المحاور بتاعتك. عندك اول محور اهو قال لك على بعد 60 من ارضيه القاعده. يعني انا على بعد 60 كده وهجي اعمل محور كده ايه فيرتيكال يعني راسي. بعد كده جه قال لك هنا في محور تاني برضو فيرتيكال موازي له اهوت هنا كده على بعد 44 منه. يبقى على بعد 44 تعمل محور تاني. طيب وماذا بعد؟ بعد كده المحور ده على بعد كام؟ من هنا المفروض يبقى في محاور، المفروض يديني الرقم هشوفها ثواني. جه قال لك هنا في المنطقة من فوق كده، لو أنا مديت بخط من فوق كده، هنزل من هنا 68 عشان أعمل إيه؟ المحور ده كده من فوق كده، يبقى ننزل من خط 68 هنا كده عشان أعمل المحور ده. بعد كده جاي لك من المحور ده هتنزل تحت 70 عشان تعمل المحور التاني ده، يبقى انزل 70 عشان اعمل المحور ده كده. طيب كده انا عملت المحور بتاعتي، اقدر ساعتها دلوقتي اعمل الدوائر. وقال لك ان الدايره دي بيقول لك سيادتك سامي من هنا هنا بيقول لك فاي 30 يعني قطرها كامل 30، يعني انا هفتح نصف قطر 15.
بعد كده الدائرة الأكبر بيبقى كفاية 60، يعني أنا هفتح لسه كتر 30. بعد كده جه هنا الدائرة، إن هنا قال لك الدائرة الصغيرة قفلها لك بسهم أهو، بيقول لك إن هي فاي 20، يعني أنا هفتح 10. بعد كده الدائرة الأكبر شوية بيقول لك فاي 40، يعني أنا هفتح 20. بعد كده هو هنا عامل لك ممسات، عامل لك ممس خارجي من الدايره دي للدايره دي، عرفت ان هو خارجي وتلاقي انت وصلت المركزين ببعض مثلا، بتبص تلاقي الوش بتاع الماس بس بره، بس بره المركز، المركزين بتوع الدوائر، فبالتالي ده ممس خارجي، فبشوف الممس ابتدى من اي دايره، ابتدى من الدايره دي بجيب نصف قطر الدايره دي ان هو 20 عندي، ما كان 40 كلها بنصف قطر 20، واكتب 20، واجيب نصف قطر الدايره الكبيره اللي الماس بتاع عندها اللي هي كانت 60 كلها يبقى النصف 30، وراح جاي طرحها من نصف قطر المماس، وانا شرحت في عمليه المماس كيف بتطرح، اطرح بقى من 160 هما بتوع المماس دول، 106 قصدي. التاني هنا هتديك 90 80، هنا هتديك 86، والرقم اللي تحت هيبقى 76. تمام، هقوم جاي فاتح ماسك الرقمين دولت، افتح ال 76 وارتكز في الدائره اللي انا كنت 30 دي، واعمل علامه هنا، علامه هنا عشان عايز ارتكز هنا واعمل قوس كده. بعد كده افتح ال 86 طبعا، تلاقيه موصل من السنتر ده هنا كده علامه بره كده، انا عايز اجيب علامه، عايز اشوف الماس هيبتدي منين، فاجيب النقطه الجديده اللي انا جبتها، النقطة الجديدة اللي أنا جبتها بنقطة المركز بتاع الدايرة مثلا التانية دي، وأعمل علامة للخارج، فبالتالي أنا عرفت إن الماس هيبتدي من هنا وينتهي. وأروح جاي راكز فيها كده العلامة دي، وأعمل الماس بتاعي. طب تيجي هنا تروح جاي عامل الماس ده، الماس ده داخلي ليه؟ لأن أنا قلت لك وصلت المركزين ببعض، هتلاقي المماس بتاعك وش ماسك الخط اللي أنت وصلته ببعض، بالتالي ده ماس إيه؟ داخلي. فداخلي انا هجيب نصف قطر الدايره دي ان هو كان 20، ونصف قطر برضه الدايره دي ان هو 30، يبقى ادي 20 وادي ال 30، وهجمع المرات عشان هو داخلي. لازم اتفرج على عمليات المماس عشان تعرف امتى تجمع وامتى تطلع. طيب هجمع مع نصف قطر المماس، المماس هنا بيقول لك 52، 52 تاجي هنا هيبقى 72، وهنا هيبقى 82. هفتح الرقمين دولت، اتنين وتمانين، وهرتكز هنا في الدايرة دي، وافتح قوس كده، اعمل قوس كده، وبعد كده اقوم جاي فاتح اتنين وسبعين، اعمل قوس كده، بس القوس التاني كده سوري، تقاطع انا في النقطة دي، بالتالي انا امسك النقطة دي واوصلها بمركز الدايرة الأولى علشان احدد جاي. نفس الكلام هوصلها بالمركزين عشان احدد بداية، يبقى بداية ونهاية. بعد كده واخد اخير الجميل، ركز على النقطة وعامل المماس بتاعك. طيب كده انا عملت جزئيه من الرسمه الجزئيه دي. بعد كده الخط ده انت بتمده كده، دوك بقلم جاف واضح على النبي، الخط ده انا مديته كده تمام. بعد كده انا عايز اعمل كيرف بالشكل ده بين الدايره دي والخط ده، فانا قلت لك اول حاجه بشوف الكيرف ده هو بشوف بيقول لي كام، بيقول لك ان هو الريديوس بتاعه 60، دي معناها كانت دايره كده بنص كتر 60. طيب عشان اجيب مركز الدايره ده اعمل ايه؟ بتشوف الخط ده هو وتعمل موازي ليه 60، يعني تقوم جاي عامل خط موازي ليه هنا على بعد 60 دوت. فانا هاجي ال 60 تحت اهو، ياخد اهو ده عمل، وتقوم جاي عامل خط موازي ليه كده اهو بالشكل ده كده، بخط موازي ده. وبعد كده بقوم جاي جايب ال 60 دي، ده مماس بالنسبه للدايره دي خارجي، ليه؟ لان الوش بتاعه باصص خارج مركز الدايره دي كده، بالتالي مش انا لو قلت لك خارجي يبقى انا هطرح، هجيب ال 60 دي اطرحها من نصف قطر الدايره دي
ده ياخد نصف كتراية كام الكبيرة دي؟ 40. يبقى أنا أطرح 60 من 40 وأفتح مش 60 ناقص 20، ما هي كتراية كام؟ 40، يبقى نصف الكتر بتاعها 20، يبقى هطرح ال 20 ناقص 60 تديك 40. وأقوم جاي فاتح ال 40 وأفتكس في مركز الدايرة دي وأعمل قوس. بالتالي هيطلع لي قطعة في نقطة هنا كده، النقطة دي أنا هرتكس فيها هتجلس في النقطة دي وأعمل المماس بتاعي جوه، هيمس من الدايرة دي كده بالشكل ده كده. بص أظبط على الخط هنا مظبوط، أبص هنا مظبوط، أعمل. لو أنت حاسس هتلاقي إيه القلم يعني سن برجن بره شوية، أنت ارجع بس ورا سيكا كده بس وخلاص وأعمله. تبقى بس مشكلة محاور، ما أنت ظابط المحاور بتاعتك، حاجات شبه كده. أنت بتهزر يا ابني، هي زريبة يا حبيبي، هي زريبة دي. تعمله كده، تمسح انت بقى الزيادة اللي انا عاملها بالجفة، تمسحها انت. انا عاملها بالجفة بس عشان تشوفها هنا مع كلمة صنع النبي عليه الصلاة والسلام دي. طيب بعد كده جه هنا، في هنا مماس اهو، مماس ده داخلي بالنسبة للدايرة دي، ومركز الدايرة دي بيبص للداخل، فمماس داخلي. هجيب نص قطر الدايرة دي اللي هو كان كام؟ اللي هو عندي كان 30 الدايرة دي، ونص قطر الدايرة دي اللي هو 15. وما دام هو داخل هجمع ال 20 بتوع المماس، فهنا هتديك 50 وهنا هتديك 35. فانا افتح ال 35 بتوعي واختكز هنا واعمل ايه؟ هجمع 15 وافتح ال 50 واختكز هنا واخد علامة. بالتالي انا جبت نقطة. عايز اجيب بداية ونهاية هتوصلها بالمركز هنا عشان تجيب البداية، وصلها المركز هنا عشان اجيب النهايه بتاعت المماس كده. بالتالي اروح جاي ايه، حددت انا بدايه ونهايه، ابدا انا اعمل ايه المماس بتاعك. هتبص تلاقي هنا ايه، مثلا لما جيت ارتكزت في المحور ظابطه هنا، طب هنا ظابطه يعني. بص هتلاقي البرجر هناك كده شويه، ارجع بس ورا سنه كده عمود عليه بس يا باشا، وظبط حالك واعمل ايه الكيرف بتاعك. ما تضيعش وقت يعني تقعد تمسح وتعيد، بس مشكله محور بس زياده، محور ناقص كلام من ده. كون المناسبة بس الشكل ده، أول حاجة هو جاي لك هنا المسافة دي 15، يعني دخل كده 15 وعامل خط كده. فأنا أروح جاي داخل 15 من هنا كده وأطلع بخط كده عمودي كده عامل، يبقى أنا دخلت 15 ومشيت خط كده. طب الخط ده قد إيه؟ قال لك من أول هنا لحد هنا 55، يبقى أنا طلعت بخط 55 كده. خلاص 55 لحد هنا كده. وبعد كده جه بيقول لك نزل بخط كده عليه بزاوية 60. مش ده عندك زاوية 60؟ يعني لو عملت المثلث 60 كده 30 60 بالمنظر ده، حاطط الزاوية 60 كده بالمنظر ده، وأقوم جاي إيه نازل منها كده بزاوية 60 لتحت. بالتالي أنا كده عملت المثلث أهو زي ما هو عايز. قوم ناس إحنا نعمل الكيرفات دي، عندك هنا الكيرف ده بيقول لك 10. فانا اتفقت معاك قلت لك لما يبقى بين خطين بتعمل موازيات ليهم. يعني مثلا انا هنا عايز اعمل ايه؟ اللهم صل على النبي، عايز اعمل كيرف هنا ايه؟ 10. بتروح انت جاي ماشي موازي ده كده 10، يعني تاخد نقطه كده على بعد 10 وتقوم جاي ايه؟ عامل ايه خط موازي كده. وتيجي هنا الخط ده هو على بعد 10 وتروح جاي عامل موازي كده. بالتالي جبت نقطه، بتفتكر في النقطه بتعمل ايه؟ الكيرف بتاعك بالشكل ده كده. طيب تيجي برضه هنا نفس الكلام، تمسك الخط وتعمل موازي على بعد 10 كده، واحد موازي اهو جاي ايه عامل علامه هنا، ونفس الكلام هعمل علامه هنا عشان عامل واحد هنا كمان كيرف هنا. واجي اقوم جاي شفت الخط ده، تعمل موازي على بعد 10، يعني انا اقوم جاي عامل خط بعد 10 اهو وعامل خط موازي كده. بالتالي جبت نقطه، النقطه دي هعتكس فيها وعامل مماس. نفس الكلام هنا، الخط ده تبعد 10، ابعد 10 اهو واروح جاي عامل خط موازي. وده معلش حمدته كده شويه عشان تقطع معاه، محتاج تقطع في نقطه هنا. فانا امسك النقط دي اروح جاي اركز مثلا في النقطه دي وعامل الكيرف بتاعي كده مثلا.
راح اجيب اخد عليك الزينه كده وهعمل الكيرف كده. انت تمسح الزيادات بقى كده كده. احنا خلصنا اللوحه تقريبا. اتمنى تكون قدرت تفيدكم. اي حد استفاد من السجل عامله بكومنت وبقى جميل منك. واشوفكم ان شاء الله في رسمه تانيه. وانت لو عندك رسمه تقدر تبعتها على واتساب او جروب الفيسبوك.